بعديد المناطق النائية الواقعة بإقليم ولاية سقارس، أطفال يفتقرون لفضاءات الترفيه، من بينهم أميرة متمدرسة بالطور الابتدائي تقضي عطلتها المدرسية برفقة خروفها بينما تلعب لعبتها المفضلة. احنا دينا العطلة ولينا نلعبوا انا وامل، ساعة نلعبوا عشاء وساعة وساعة نروحوا نلعبوا لهي. نتمنى السلطات نروحوا نحوسوا نتمتعوا. نلعب كندي بالعطلة ونروح عند بيت جدي ونروح عند اخوالي وكده، نلعب انا وامي ومينو نلعبوا حتى نشبعوا ونروح نروحوا. أميرة طفلة من إحدى مشات سقارس تفيض حيوية ونشاطا، حيث تمضي يومها في اللعب والمرح رغم برودة الطقس، فهذه المنطقة الريفية الحياة بها جد قاسية نظرا لموقعها بمرتفعات الزوابي ما يؤرق أطفال الجهة. البرد هنا بزاف، ونشكر قناة نهار كي جاونا اليوم في هذا البرد، برد اليوم برد زي اخر ملف كي صب الثلج ما نقدروش حتى نتحركوا حتى البلاصة، ونتمنى يديرونا وين نقدروا نلعبوا خطركش ما عنا حتى بلاصة نلعبوا فيها. تلاميذ المشاتي لا يتمتعون بعطلة الشتاء في بيئة ريفية جد صعبة، وعلى الرغم من ذلك يبدو أن هذا المحيط الواسع هو المكان الوحيد للتسلية في ظل غياب أي رحلة لقضاء عطلة الشتاء.